نقولوها لولانيه لشريكي في الدقائق الاولى للقاء هذايا محرز الغنوشي. صباح الفل. صباح الانوار، اهلا وسهلا، مرحبا بك ناس، مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الوطنيه الاولى. نبدأ بمؤشر ايجابي فيما يخص تقلص عدد الاصابات. احنا عندنا مؤشرات ايجابيه فيما يخص فقط النشره الجويه، وهنا نحكي على كميه الامطار الطيبه جدا تم تسجيلها خلال 24 ساعه الفرد. طيب، ولطالما كانت الامطار مؤشر ايجابي، مؤشر نستبشر من خلاله مشكل الفلاحه التوانسه الكل، وان شاء الله يكون غيث نافع على بلادنا. على كل، نحب نقول لكم انه اللقاء نتاعنا يتواصل الى حدود منتصف النهار، القياده اخراجيا من امضاء زميلتي لبنى القرفي، طه اجماعي رئيس التحرير، وكل الفريق اللي معانا التقني وفي الاعداد. يتمنوا لكم اوقات طيبه معانا. يلا نبداو محرز، شعلنا لليوم وخاصه للايام القليله القادمه، الايام الفاصله مع سيدي رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوصلوا بالخير واليمن والبركه، هذا اللي نتمنوه الشعب التونسي، خصوصا موفور الصحه في ظل الاطار اللي احنا عايشين فيه. كما قلت كميه طيبه وطيبه جدا من الامطار تم تسجيلها خلال 24 ساعه الفارطه، وصلت 62 ملم في عين دراهم من ولايه جندوبه، 47 في تبرقه، كميات لا تقل اهميه ايضا في بازه، امطار وصلت لمستوى 30 ملم في نفزه، 20 في عمدون، اعلى كميه في بنزرت كانت 28 ملم في العزيب. في تونس الكبرى امطار وصلت لمستوى 32 ملم في تونس كرتاج، 18 في سيدي بوسعيد، عموما كميات دون 11 ملم في جهه الوطن القبلي، في الكاف في بقيه ولايات الشمال، اعلى كميه في المنستير كانت 14 ملم في قصيبه المديونيه، امطار وصلت لمستوى 13 في بوفيشه من ولايه سوسه، وعموما امطار متفرقه دون 8 ملم في ولايه المهديه، في القيروان كميات من ملم الى 5 في ولايه سيدي بوزيد، امطار محليه في صفاقس في قبلي لم تتعدى المليمتر الوحيد، ومؤشرات الغيث النافعه ان شاء الله نسبيا خلال الساعات القادمه. صحيح اللي ممكن المحور الاول نتاع التقلبات الجويه اللي كنا معنيين به تنقل تدريجيا شرقا، بقايا امطار في الساعات الاولى للنهار ممكن في مناطق اقصى شمال وفي جهه الساحل، اما ان شاء الله باش نكونوا معنيين بفترات مشمسه تتخللها بعض السحاب العابره، فتره ما بعد الظهر هي ان شاء الله باش نستقبلوا فيها محور اخر من الخلايا الرعديه اللي تمتاز بالنشاط نتاعها خصوصا خلال الليله القادمه. مناطق الشمال وايضا الوسط هي المعنيه بنزول كميات طيبه وطيبه جدا من الامطار، يقابلها تساقط البرد في اماكن محدوده، ما زالت شلة الرياح تطالب منا نصيب من اليقظة في سواحلنا الشمالية، هذاك علاش تبقى تحذيراتنا سرية المفعول على طول الشريط الساحلي الشمالي، هنا نحكيو على سواحل بنزر تزوارع من ولاية بازة، تبرقة من ولاية جندوبة، كيف كيف في إقليم تونس الكبرى في جهة الوطن القبلي، وعموما فعالية الرياح بتكون أقل نسبيا في السواحل الشرقية لبلادنا وين البحر يكون مضطرب إلى متموج. كالعادة باش نقدم لكم قراءة تفصيلية لدرجة الحرارة القصوى المنتظرة ظهر هذا اليوم بمختلف ولايات بلادنا، توقعوا تسجيل 23 درجة في تونس الكبرى في جهه الوطن القبلي، 20 في بنزرت، 25 في ولايه زوان في مناطق الشمال الغربي، ممكن نسجلوا 22 في باجه، في الكاف 23 بسليانه، وايضا في جندوبه. على ارقام في مناطق الوسط باش تكون في القيروان 29 درجه، 28 في سيدي بوزيد، ممكن نسجلوا 25 في القاسرين في جهه الساحل، في سوسه، في المنستير، في المهديه 24 درجه، بالنسبه للقفصه 24، 28 في توزر، في قبلي 25 في صفاقس، 28 في جابس، ممكن نسجلوا اليوم اعلى ارقام في مناطق الجنوب الشرقي في مدنين 30 و29 درجه في تطاوين. فيما يخص تطور الوضع الجوي خلال اليوم الغد ان شاء الله، فان مؤشرات الغيث النافع نسبيا متواصله في مناطق الشمال وايضا في الوسط، امكانيه تساقط البرد في اماكن محدوده، وغدوه ابرد شويه من اليوم، غدوه ان شاء الله ممكن تاثيرات الكتل الهوائيه البارده باش تكون ملموسه اكثر فيما يخص انخفاض درجه الحراره، قد تتراجع المستوى 13 درجه في المرتفعات، ارقام تكون من بين 15 ل 20 في بقيه ولايات الشمال والوسط، وادفى شويه في مناطق الجنوب وين تتراوح بين 24 حتى ل 29 درجه. وعموما نجموا نحكيو على اجواء بمواصفات ربيعيه خالصه، تقلص فعاليه الاضطرابات الجويه بدايه من فتره ما بعد ظهر يوم الخميس، والاستقرار هذا باش يكون ملموس اكثر خلال يوم الجمعه القادم، سرعه الرياح اللي مش باش تفوت 30 كم في الساعه، ويقابل ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. تعرف هو علميا كونه استنادا ممكن للمؤشرات الفلكيه، موعد الاقتران نتاع الشهر نتاع الهلال نتاع سيدي رمضان ان شاء الله باش يكون في الساعه 3:26 دقيقه، لذلك علاش ان شاء الله المشاهده علميا باش تكون ممكنه عشيه يوم الخميس. انا ما ديما ناكلوا كونه الجهه اللي تعلن على استقباله بدايه كل شهر قمري هي ديوان الافتاء التونسي، نقولوا
وقت ما يجي سيدي رمضان مرحبا به ان شاء الله موفور الصحه وربي يعدي هو ضيف مرحب بها. هو الشهر هذايا دونك ننتظروه الحقيقه بفضل بفارغ الصبر الشهر هذايا نستناوه هو المحبب والاقرب لنا في الاشهر 12. على كل احنا نحبذوا شويه يكون طقس بارد محرز يعني نحسوا انه يعاوننا شويه على الصيام اكثر برشا من انه يكون سخون ويكون طقس حراره مرتفعه وشديده. دونك يظهر لي باش نبداو اون دوسور نهار الجمعه من المفروض انه ما فماش درجات حراره عاليه. صحيح وقت اللي نحكيو على ارقام في مستوى العشرينات في اغلب مناطق البلاد فرانا نحكيو على درجات حراره مقبوله ومقبوله جدا. هذه هي المعدات العاديه اللي تميز الفتره هذه خصوصا وانه في الوقت هذا كبدايه من يوم الجمعه باش يكونوا معنيين باستقرار واعتدال اغلب عناصر الطقس. الطقس باش يكون دافي باش يكون مقبول. تعرف شهر رمضان هو الرمزيه نتاعو هو الصبر اللي احنا في حاجه ليه في الفتره هذه باش نجتازوا الازمه هذه. نقولوا احنا ان شاء الله اكثر من حاجه باش تختبر فيها الطاقه نتاعنا نتاع الصبر هذه وان شاء الله نكونوا ليها وان شاء الله يقدرنا ويمتعنا بموفور الصحه ونصبروا نصبروا على ان ما نخرجوش ما نمشيوش ما نضيفوش ربما كما يلزم كما مستنسين الحركه اثناء بمقتضى الحجر الصحي الشامل وحظر الجولين لبدايه المساعه الثامنه. ولكن ان شاء الله تكون قلوبكم وقلوبنا عامره بالحب والمحبه وحبايبنا في قلبنا حتى كيبداو في ديارنا خصوصا في ظل التقلبات الجويه ديما ناكد راهو مازالت الاضطرابات الجويه نسبيا متواصله خلال اليوم خلال يوم الغد ان شاء الله الى صباح يوم الخميس. هذاك علاش احسن حاجه نضبطوا الحجر الصحي نشوفوا ديارنا ربي يحمي تونس الكل موفور الصحه لكل الناس اللي تتفرج فينا الكل عاملين في التلفزه الوطنيه وربي يحمي تونس ان شاء الله ربي يحمي تونس. وان شاء الله بعدين حكينا على رمضان ان شاء الله نتمنى لهم في اخر اطلاله ليا في الموسم هذايا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله كل عام وانتم وحبابكم واصحابكم وعائلاتكم في موفور الصحه والسعاده وان شاء الله رمضان يلم شملنا ولو كل واحد ملازم في داره. شكرا لك محرز الغنوشي ان شاء الله نهارك اسعد الايام وان شاء الله نلتقي في ساعات سعيده. شكرا شكرا لك انت ويعطيك الصحه شكرا لك. دونك خلينا بعد الشهر